السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم وراقبوه في السر والعلانية تفوزوا في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، خساره ومقع نفوها إن عبيهين دبعيغا بشر كنا أكدده لما أنتو دوحي تعلين قوليستان وآي معاشان وحيدتك وردمي قدام قدان وفي خسارة الدنيا وكرعه ووايدتك تعلاقار كميدة أما خسارة حوله سيوح كميدة أساتي خسارة أويني وخسارة قفك الدين تيسا وخسارة الدين تيسا ووايو أما الدين تيسا أي نقصان تو أي ديمانتو خسارة دبتاي وإن وخسارة إلهي رالي عنشيس إلهي سبحانه وتعالى تعايل كيسا إنه كم من نقض من أولياء الله الصالحين خسارة دبتاه وإنه كقضى الدونكو نعيم كتشوك تدعى إلغوه لي نلشى أبدك خسارة دبتاه الدونكو وإنه عرض إلهي كل عضو إلهي سبحانه وتعالى عقاب كيسون وكهب سدو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي با سبحانه وتعالى إنو الشيغي خسارك وين إنانو تشيرين أدون كوينو خسارة نفتي سيه الكيس نفتي سينو خسارة ماها إنو دينتو أدو يدنو كتغو تاسوا مدلقو وذا حكومية هاي نفتي سينو خسارة وينو مريوة ودادة صحدة إلغو هلا إلهي رالي عنشي سيه چنديسة أو مريا ودادة إلهي وغو عرون أيو إلهي عذاب كيس يا عقاب كيس أنا أصاب بيسا إهل كيس أينو خسارة ما هينو دينتو إيقو نولا الدوية دو كغتاقو أما بس إيقو أي غريودان أو أي كهر دينتان تاسوا من لغوة حكومية هاي إهل كيس أينو خسارة وإن يتشند إيا نعيم كيدا كوكو الموايان. إلهي بأيدي سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وحتى النبي محمد أدودتك ورمائية كوى دبهان خساري وكوى خساري مالك قيام نفتودة إيه الكودة كاسيا خساري عداء. أيها المسلمون عباد الله، خسارة الدين تلا خساره يا دون كآخرك وهب سدا إن وين يهي وحقرتي الرسل والأنبياء والصالحون والأولياء والمتقون والمشفقون رسول الله إلهي وصادري نبي ذا إلهي سبحانه وتعالى وحي يفر ما وسودي بي الدوما إلهي الصالحين تا إلهي سبحانه وتعالى كبقى يدون الدنيا ذا وحباني كمقنين وخسارة الدويان وكدعين هدنا أدب وبقريان ويورور سيهين ويرقق حسيهين وحيك بقيان آخرة وحيك من نقندونان كوا خسارة مسوحيك من نقندونان كوا قوليست واري لين قريو أين أنقران هين سباب تيسا يمبالين وشيغي تاسوحيك انتين يكسو تشيدان وهمي قوضة أبداً يددال كودا وبدن وكبحو سيدي وقفق على هايين أسباب تخسارة وقونا الددال إلى هايين أسباب تقوش إيا معاشك. أيها المسلمون عباد الله، إلهي الدومي سمى الظلمية وما ربك بظلام للعبيد الدون معاش يقول متيستي إلهي خسارك وما حكمه إلهي سبحانه وتعالى الدومها من الظلمية معه إساقوا أود الظلمي يا فلحمة أولي أوجد بإلهي إسكحارة أنت ميوس كما منوع خسارة أسباب بولي هاي خسارة ودوين بولي هاي تدك خسارة وباي مرين
قوشة هي معاش كنا أسباب يودوين بين ليضح لبضبا ولنعد يا عباد الله إنه أدوان كبرت أسباب تقوش يا أسباب تخسارها وحي كميت هاي الرماه هو وين السببا أدوان كونه كم النقض من المفلحين لا من الخاسرين كو قول استي وانو كم النقض كو خساروا بي أيها المسلمون عباد الله أسباب تخسارها وحقوين الكفر بالله والإشراك به قال لماذا قفكو إنا ندين تيسلام كسوبة قلين أما إنتو مسلم هاد بديد إنو قال لماذا دبقو نغضو إنو أدونكو الله خالق سبحانه وتعالى إيا مخلوق ومسايو وكل شراكيو الرماه إلهي ولقاركيهي هي حقوق ده إلهي سبحانه وتعالى أقوندا وأعظم مصاب للخسارة في الدارين وسببت أوين خسارها الدنيا يك آخرة بكينتا قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون كو إلهي آيات كيسك كفري آيات كإلهي إساب النقم وآيين إن إلهي الرسول كيسي الدين تيسر رميان كواسي يقع أيوم بها نبهان كوا خساري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين إسلام كأيوم بها الدين تصحدا إلهي أدومي سرالي وقيها ورضيت لكم الإسلام دينا دينا الإسلام هاي قفك الدين كدكتاوه قال إلهينا سبحانه وتعالى وحييني إلهي كأقبل ما هي كو خسارة أيانو كميدي هاي يوم القيامة أسباب تخسارة وحكمي دا دونك إن عملك صالح إلهي دراد يوسم أيي لبع شركي وكدب الجي وإن حق إلهي والله عدك لأوصي وحي إلهي ولقاري هاي عدك لإلهي وكل شراكي سي وحي سبب إسائن وأدون كاسي تعب خسارة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وحلقوا وحي وذيني محمد وأديقا يرسوشي كاهو الرئيسيبا داد شركي سميسو تاسي أي نعضو إنو عمل كاقو بري وهاد كم من نقو نيسو كو خسارو بي تعب خساري شركي وحا كم دا إلهي عدانهين وحلوك قورعو يدو لوغو دوانيو وحلق قدونيو أما اللقوة ينينيو وحاكم إذا إلهي عدانا هيني لقبريو وحي إلهي مويانا عدكالي آني بحن كارين وأودانا اللهين شركي وحاكم إذا إلهي عدانا هين لو ندرو أنبياء أولياء رسل جيني ينسي شركي وحاكم إذا إلهي عدانا هيني لقبقو ولقبق السيدة إلهي وكلامسي كوين أما بقاء إلى صعطة إسدلين يا خضوع مخلوقه سلو خضوع ايو ليس دليني شركه وحاكم اذا يا عباد الله صفاتك الهي ولا غارك يا هي ان مخلوقاتك لو صفايه الهي صفاتك ولا غارك يا وحاكم اذا انه على كل شيء قدير وحو البين واودو هذا ترى مخلوق با وحو البا واودو قبن كرو تري كرا الهي بعد مخلوقه سلا ما سيس صفدي سينات كل شركيس وحاكم اذا إلا إله هذا مخلوق با وحما قني غيب كوك وصف إلهي ولا قاري هاي ولله غيب السماوات والأرض كل هذا وغيره هو من الشرك كايو آدم قشان يكوى كلابضني وشرك إلهي كتاب كيسا وكشها غي إصاب النقرية أدون كوينو تعب خساره قال الله تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا نشرك فيه معي غيري تركته وشركه قفك سمي عمل أنا قاعد كلام ونقولش راكي سيء كأقبل مايو استغنى أكتيد قيمة كويا لنا مايو عمل كيسنا عمل قيمة له وأنا أقبل أي ماها وحلورنا يا عدي يا إله إلا شراكي سيء الله ما سيء سيء أردوا أشر كيسي يا أبا المرنتيسة الدون وخسارها أوين الإشراك بالله أيها المسلمون عباد الله أسباب الخسارة وحكم إذا إن أدونك كحرو دينتي سمصالح مصالح ده الدوية وإلهي مركوا الدوية ده أقول نعمة إيو دينهان وطوصناده أو نقدم التوكانية
صلاة كود دالية عباداتك صوم يو إلهي حصية صدقة بحناية دين تكود رقم يو حارانتا إسكا إلالينية مرك إلهي وكو امتحام فقر يا باهي أما مصيبة إنك الدنيانا إنو دين تيسي كهو ليلو صلاة تكن تيري وإسكا دايو صدقة وحي إلهي سي وحبانو كبحين قارال انتفرالك كوا إلهي سبحانه وتعالى إنو كعوضو ورب سبحانه وتعالى وسعر يسيه سيدو إلهي سبحانه وتعالى وحو كل إيهي إنو ردوبو الدين تبو كبحو وأعظم خسارة الدنيا دو يعني الدين تهد الراد كو يهلن إلهي أدو كو نعمة إيه عمل صالحين زيادة ستا إصابة ونغط لكن إصابة نغن إنا تكبرتو وأدلنتو إلهي أدكفقاتو إلهي أدو كو امتحام حنون كو امتحام فقر يباهي إلهي أدو كو ابتلايو يساب النقنا رنتاسين الدين تادي سهيته وهذا نقطه دين تي الدنيا دي لبدي بمد خساري إلى يحلو من الناس من يعبد الله على حرف تدك بني آدم كمسلمين تي إيمانك قلب جود وكتيرة إسكو درجة كما تاجنا إيمان كي إسلام نمضى قارب الدين تدع على يركعيست وفرها إنتو ظهور الدين تكوهية فإن أصابه خير نطمئن به هدو برواقو يوحي نفتي ست عشاي أولا كلمو دين توكو حاصل يوو هاي سنية وإن أصابته فتنة انقلب على وجه هدي الله امتحامه الرماه إنو الشاقنا يا مقار لم يدلقو امتحامه ودبو نقونية دين تأيوك نقونية خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الدنيا آخرة بكاسو خساري قفك دين تيسي الدنيا دكو حري الدين تانو هاي سن قيمة الدين تو أكتي ساي كل هذا يردن وإيمانك وكوهي وخساريه عذاب الله سبحانه وتعالى أسباب تخسارة وحكم مدى إنه أدون كون نقضى مدى الشيطان كو كبو حسدي قلبي جي سي حبنيه سبا أو إلا وسيي إلهي سبحانه وتعالى الدين تي سي ذكر جيس أو كو مشغولي الدنيا حلاشة دي حاران تيدا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شيطان باكب وحسدو كواقيرتي إلهي الدين تيسي ذكر جيسيبو إلا وسي وحكلوكو مشقولي وحي نغدين كوحد الشيطان كوحد الشيطان كونا إيقا أياك وخساري أسباب تخسارة وحكم إذا يا عباد الله أدوان كوحا إلهي وأديدي يدو إلهي وقيها إنا ندن وهين وانو فائدة اللهين دين تيسي الدنيا ستونا إنو أدوان كسامي وقول هديتها وكو أدلو فعل هديتها إنا وكو دقاق الرما محرمات كالإرادو شريعاتو إحارة انتميسي إنو عيد بدن وحساب نقول إنسا إنو خسارة ومعسية كستا وحساب إنسا إيمان كيسو إنو هصدع هدو كسي سعدو توبت كيني وايو مالي والببراها مدو إن قلبي جيسا كودا عيا وحي مركض دنبات سبب أيان إن قلبي جيسو مدو بادو وقلبي جيسو إن دبالو فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور تاسينا مركض دنبات إيقار سيسو إنو قالو بود دين توكبح وحي سبب أيان إنو واي إلهي الرحمة ديس يا بركوين كالسمادة يا دولك وحي صابي يا إلهي تعيل كي سينو كوايو يا قيمها إتايا دونك إلى أكتي سينو كوياش وحي صابي يا إلهي عردي سي عقاب كيس وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا إلهي وحو تصالي إنو قد ديجي تصالي وإنو شيقيا داد ميل دقن ووحو إلهي أمري يا الرسول الذي إلهي وصادري سي بريد أو خلافه سي درنبان وحساب النبور إلهي سبحانه وتعالى وحنان عذابني عذاب آدح وحي دردميين حمانتي سميين عاقب ديدي الرنكو ذا عربتي سنوحي نقطي إنا إن قدين كوا خساري
أيها المسلمون عباد الله احذروا المعاصي فإنها سبب للخسارة في الدنيا والآخرة، وعليكم بطاعة الله فإنها سبب للفوز في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم بطاعة الله والعمل بدين الله، فإن هذا هو الفوز الأعظم في الدنيا والآخرة والفلاح الأكبر. أيها المسلمون عباد الله، سببت خسارة وحكم إذا دلك حق الرضا يقفك أوديلو عدان إلهي سبحانه وتعالى ديقيس حلالين. هل نغض غفك أسي مسلم أوديليا معصوم وديقيس شريعة إسلام نمدي سايكو إلالسي، أما هل نغض غف قالة وكم إذا قالة شريعة ديقو دا إلالسي سيكون مسلمين تكولة شراء بلا ليه شيس كوا مسلمين تو أي حكمان يكوا مغان تواء ديلكو ودن بيقى قال لماذا مركا لقاي ما أدو وين قف بني آدم وصمعي. إلهي سبحانه وتعالى وحييري سوكا ورمي إنا آدم كي وهرية يتشي دي يدل إولالك الدلي، فطوعت له نفسه قتل أخيه نفتي سوحي وقرحسي ولالك إنو الدلو فقتله ودلو كتخلصي، فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة محين نغطي، فأصبح من الخاسرين كو خساري بك من نغطي. الدنيا عريري بكنا ولا قف كستوح دلانا وصداس وحق دروح كدلاه وروريا والبهار ولالك يو الدلو بسو ويراهد وقرواي إلا إلهي وتصي تكتك كلا آسي دبعتنا ولالك سيدا وكو آسي قف كستو بني آدم وقف حق درك الدلاء إلا قيامها. ابن آدم كادلك تشيدي دنبقى لو قرى مدلك بايساقنا لو قرية وايساق أي صنها حن بني آدم كو تشيدي. فالدماء الدماء يا عباد الله ديق إسلام كيسكيل عليها أفكينا هكي قيب قادنين الدادين ديق إسلام مالكينا هكي قيب قادنين نفتينا هكي قيب قادنين. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وفكو كمسو ليه إنو الدين تيسا بلارني كغسق ناضو وف دين تيسا كو حاسي لونو كدقن ولابتو أيو بلارن تهايو عريري يدي قدان كدريم هين إلا إنتو كقليه وكدادين يديك حارانا ما لن تاسي أي أدو يدو كسو عريري ميسا ومركستو مقلو يدو لقاها ليه ديلك حاران تهى يا عقاب كالدنيا اخره بكداشا مروغي وروري والبهار اللي سوكينيا. ايها المسلمون عباد الله، اسباب خساره وحكميده قفكو انو بلن كبوريو قرابدنا اوغويو بلن وحا وين كالهي لا لغلي او ان الهي كليدي لا عابدون لو شريك يلين الهي ان لا ديعو وان لا عاصين. مركا شهادتي المسلم بانهي إلهي وحاد أبلن قادي إن أدوه قان سميسو وحا إلهي وكفره ودنات سمينيسو وحا إلهي كودي دينات كديرانيسو ونردق ميسو سيدة إلهي سبحانه وتعالى وكادوني. واجب كستو آد دا يا عبد الله يا حاران كستو آد سميسا وبلن كي إلهي وآد كبحري بلن كبحنا قال لما يشير كبا وين. أيها المسلمون عباد الله، إلهي وحده الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كو برير يبلن كإلهي انت لا تكيد بدي كإلهي لقلان يكا أي خلقك مقع إلهي كلقلان مررك قير كودنا دارة بلغوات كأيوه وشرى يعد إلهي ويرحريريا وقرابضة ودولك فسهاديني وكل معصية إفساد في الأرض معصية كستانا وخربيس دولك الأخربي. لهذا بيلا رولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها.
إلهي سبحانه وتعالى يقول أولئك هم الخاسرون كواس إيقا إياك وخساروا بي وفك كبح يبلنك إلهي لقلي إيه شي سيد يبلن ماذا وخلقك لقلي كقرابدي ستشاريا وحو مري ودك ميدا ودوينك لو خساروا سيأتين تنول يا وحو فرصدوا هايستاه إنه إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كين أيها المسلمون عباد الله أسباب تخسارة وحكم إذا أدوانك وآخرين إلا أبو وارك تدي سؤال الدنيا ذا يكسى أررته ومالك يا أولاد يا وحيابها الله المالا أي كتشيديان إلهي الدين تيس ويسببان إنو ضيع وحو إلهي ودري يا إنو السماي وحو إلهي سبحانه وتعالى وديدي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله مؤمنين تو إلهي الله الله مؤمنين أي حولهن أي أولاد دين إلهي الدين تي سيان إذن كمشغولين إن أد رميسان يان إذن كتشيدين إن أد براتان يان إذن كمشغولين إن أد كردغنتان إلهي الدين تي يان إذن كهر استاقين ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وفي كمال كيس هي أولاد ديس يا رماها الدنيا إلهي دين تيس برشدة كدقا كيدا كحكم كيدا يكوه قامين تيدا شيقس تيدا يدقس تيدا فافين تيدا يدفاعس تيدا أي كم مشقوليان كو خساريب كميدي هاي نعوذ بالله من الخسران أيها المسلمون عباد الله أسباب تخسارة وأوين وحاكمين الرنمان تأم بدانو انت أشهادة كميدي أي كسي في سيهين وتضيع الصلاة الصلاة دا الدونكو إنو ضيعه إنو ضيع الصلاة دا برشديدة وجهل وكتو كدو إلهي وكو عابدو إنو ضيعه قلبي سوچه دا إنو إلهي وكتو كدو وقلبي جيسو إلهي وقابل مركتو كنيه إنو ضيعه إنه أنتو كذا سيدي النبي وكله النبي عليه الصلاة والسلام وحيري صلوا كما رأيتموني أصلي إنه صلاة دا وقت جادي وكسارة عذر دار الآن إن صلاة دا أدايبة أو تكوايبة ومن أعظم أنواع الخسارة نعيد خسارها أسبابها كان كوة وين متكمد ويانتاس تلميذ وحكوة ليسولنتيس بإسناد صحيح إنه النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وحوه الرياء دونك التوحيد يا إيمان كل انت مالك قيامة لك حسابين يا عمل كيسا كميدا والصلاة ديس فإن صلحت فقد أفلح هذه الصلاة وهقاك تو إيمانك يا التوحيد كالدبدي ربها وقول إستهاد دونك الله أكبر فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر دي صلاة دي سخراب صباح ده لك صلاة دي لك حسابية صلاة مركو دونو كتغيونو تكنهين طهارانو إلالينهين أقوني علميانو كتكنهين صلاة دانو كخشوعهين ونو دحدي دي إلهي حصوصنهين صلاة دان إلهي قلبي سكو صحادرهين مركو تكنهيو وخسارة دون كاسي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يا عباد الله صلاة هودنا إنو إلى لنو هلا برت الصلاة وأقون إلهي هل وقت كذو هل وعابد قلبي قال صح حاضر يا مركل التكريه هل وقت ضيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيد وقت كذو هل وقت كذو وحكم إذا أسباب تخسارة إيواوين إما أنت أدو يدا آد وقبضنا وقبها السن ظلم العباد دوماهين للظلميهم في سفك دمائهم وأكل أموالهم وشتمهم وقذفهم وضربهم وغير ذلك ولو قد ظلمية إن دي قوة حق درها لقدادية إن لقراء عوقع عن لولتك إن حوله هذا حق درها لقاته إن عرض قوة ما لقد قد عوال عاية إن للربية وبين لقد سمية أرين تاسوح يصاب النقانيسا أدونك اسم عاش سينيي يا دنيا معلومه شو جاي عبادات كبدن سمائي حسنات كوكسو كده وكدة علي كوسيدا كي يلاين لقيبي مركز دماغ تنا
إن حمانه دي دوشة لغا سارو كدب من النار تلقو طورو عيادا بالله من النار. رسول كوحو صحابة دي سكويني أتدرون من المفلس مقران إيسان قفك كعاية حوليه سي فرمانان كتاغني كوياي وحو رسول كوي الدين مفلس كدبتا كيدتكو ويقانين إنو ياهي قفك عاية حوليه سي فرمانان كتاغن كيف يشيغ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع مفلس وحانونا قانا ميدان لعك يا ألابتونا هاي سنو فرمانان. قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة مفلس كأمد إذا كميدي وكيوم القيامة إيمانية سكو صلاة بدن سوى تكدو سيتا بلا بدن سوى صومي يما المصو نيالبا وادعي كرتا تاسينا سكو سكي صدقة ببحيي ويأتي وقد شتم هذا لكن انت محاول الصعدة وحو إيمانية سكو كاعي وقذف هذا كاقد فيي وزنا يفول حمو انو عدين وهين كشاغي واكل مال هذا كان حليس عني مرو حضو مرو خياميو مرو مسقما سقو مرو دعو وحوغو كيقالو وسفك الدم هذا كان ديقي سدادي مرو كتخلصو نفطو وكتشارو يمر داوع وقيستو وضرب هذا كان قراعي تدك مسلمين تامانتا حالكو ذاك مساجد دوي بوحان ولا تكنيا بش رمضان ولا صومية إن بضل الناس كذبة بحينيا لكن محاق قرب صعلا وحاعي قرب صعلا وادي قاركي السجود يسجارة بالله يسوع عاي وحاسم واحد مولي سنة لسك قدب إيمان هاين وحسابي أنا كدام بين وحسنات كاق وأنا وقولانين وإن خسارته أنا صاب نغرا هاين وحضرك إساسا اللي يسدي ليا ميرو المسلم بايس كدي ليا ومسلم كلا ديكي صدادين ايا وادوية وحان معنى اللهين وف مسلم ديكي سكوبر نيسان ايا وحضرك إساسا كمسلمين تايسا يسود عيا قشكا يخيانا دا يتوغا دا يسرقا دا يمسق ما سقا حولها قودا ومدا كدح ايا ومسق ما سقا ايو يقال انك اللقو حدا ايو وحان قرصونين مال والبلبل لك كلا تشيدا يبات كوارك إساسا وبودي سلاد عيا ما أميز فيري أما حبض الصلاب حايا وحاس صلاة صوم يسكو يانتاس أي إسقرب صعته رسولك عليه الصلاة والسلام حيري فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي ضد كأود الميابة حسناتك صلاة قيبنية صلاة دي وتكن ييبا لو قيبنيا ادو اتسك حساب سنيسا لكن دول ما قد سمينيسا با لو جري دونا يوم القيامه صوم كبش رمضان باتسك حساب سنه الحمد لله سنه كان رمضان سي في عمان وصوم حمانها كليه دول ما كان ودينع ودا كو اسال سين دونا سكده يا صدقه داد بخينيسا اتسك حساب سنيسا واسمع عسيريسا دول ما هي حمانيه قردرن واد قرب ودا كو اسال سين دونا فين فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذه وناك يدي سعيد رمضان يا أجرد وكهل عباداتك يا وناك يدي أسميي حمانه دال السوق هذا يدوش على قصاري كدي من النار تلقو طورية عياذا بالله من النار فاحذروا الظلم يا عباد الله ظلمي قال إسكي لالي نعيدي صعودا أفي أدن عدنا باكو الظلمين عدة الظلمي دينا ما أنت فرصة هاي ستة حقي سوء عليه ما كحلاش ويجا سامحني إلهنا سبحانه وتعالى وقتها بدكان أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله ربكم واحذروا من أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة واحرصوا على أسباب النجاة من غضب الله وعقابه وأليم عذابه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وأصلح الله أحوال المسلمين. مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدا عصتون فور تيفي كلاس عوركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إزدح لغا أي دعيا بدأ عصر 24 TV سوكل وحنا نغلس عن كتاب برهيجة بلشدة سيدا
فيسبوك يوتيوب يستوكل تويتر سيادنا قطو قفكو غو ريا ايدا ودا مقالة ايدا انسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الهنريض برتي دا يوتيوب سيدوكلة لايك يفلو كلفو برتي دا ان كلان هاي بيجكا بدا عصتون فور تيفي وويلكا وحا اتريسو.